في العام 2008 برز اسم الكاتبة اليمنية رغدة جمال كواحدة من الكتاب اليمنيين في مجالات ثقافية وفنية وبصحف ومجلات عدة، كان أشهرها يمن أوبزرفر ويمن تايمز وغيرها الكثير. صدر أول ديوان نثر لها باللغة الإنجليزية، وتبعه ديوان نثر ثاني مصور باللغة الإنجليزية أيضا. وخلال الأيام القليلة السابقة وقعت كتابها الخيمة، وهو من فئة القصة الطويلة، ويحكي الأحداث التي دارت بين العامين 2011 و2013 من وجهة نظر شباب مستقل شارك في ثورة فبراير، والذي صدر عن دار عناوين بوكس للنشر في العاصمة المصرية القاهرة. تسعى رغدة والكثير من الشباب من خلال إنتاجاتهم الفكرية تقديم رسائل تمثل رأي الشباب، وتحمل بين حروفها ثورة أدبية وفكرية. ولمعرفة الكثير من تفاصيل الرواية اليمنية وتفاصيل أكثر عن الكاتبة اليمنية رغدة جمال، يسعدنا أن نستضيفها معنا في صباح بلقيس اليوم عبر السكايب. صباح الخير رغدة. صباح الخير وديان، سعيدة أني موجودة معك اليوم. وأنا أسعد وأبارك لك توقيع الكتاب الجديد الخيمة. ألف ألف مبروك رغدة. ألف تسلمي، الله يبارك فيك وديان. طيب رغدة، بداية كلمين عن قصة الخيمة. الخيمة هي قصة طويلة نعود فيها بالزمن إلى ذكريات ثورة الشباب التي انطلقت عام 2011. القصة تركز على أربع شخصيات رئيسية تمثل شريحة الشباب المستقل سياسيا، وتحديدا خلال الفترة ما بين مارس 2011 إلى مارس 2013. طيب قبل أيام تابعناك على الفيسبوك وكان هناك احتفالية بتوقيع الكتاب، كلمينا عن أجواء هذا التوقيع وكيف كانت الاحتفالية وعن الحضور اليمني. عقد حفل التوقيع هنا في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي بالتزامن مع بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، كون القصة أصلا مشاركة ضمن منشورات دار نشر عناوين بوكس في معرض القاهرة للكتاب. حظي الحفل طبعا بحضور من صحفيين يمنيين وعرب، شاكرة لهم جدا. تم النقاش حول ليس فقط القصة وإنما تجربتنا خلال الثورة الشبابية اليوم بعد 12 سنة، ما الأسباب التي خلتنا نسرد هذه القصة. كيف شفتي أصداء الحضور بالكتاب؟ طيبة إلى الآن، يعني نحن ما تجاوزناش أسبوع لسه، بس للآن توصلني آراء جداً إيجابية والحمد لله. فكرة سرد قصة عن الثورة اليمنية من ناحية المبدأ لاقت صدى جداً كويس والحمد لله، ومنتظرة بقية الآراء فيما بعد ما يقرأوا القصة إن شاء الله. وأنا عندي يعني الآن جبتي لي الرغبة الكبيرة في أني كذلك أني أقرأ الكتاب يا رغدة، إن شاء الله توصلني نسختي. إن شاء الله. طيب بالعودة للدواوين السابقة رغدة، أنت أصدرتي يعني ديوانين باللغة غير العربية اللي هي الإنجليزية. أنا حابة أعرف ليش، وخاصة أنه قلة قليلة من يتكلمون باللغة الإنجليزية. أصدرت ديواني الأول طائها بين طيات حكاية في العام 2011 كان زي ما ذكرت باللغة الإنجليزية، كان مكون من 33 قصيدة مقسمة ضمن 9 مراحل أو 9 أقسام تمر بها المرأة اليمنية. كان الديوان يناقش المشاعر أو الأفكار اللي تمر فيها المرأة، مش فقط اليمنية على وجه الخصوص وإنما العربية بشكل عام. ليش في هذاك التوقيت اخترت اني اصدره باللغه الانجليزيه؟ أيوة. لانه في 2011 زي ما كلنا متذكرين كان كثير العالم او المجتمع الغربي بشكل خاص مبهور ومنذهل من المشاركه السياسيه العظيمه للمراه اليمنيه، فكان بالنسبه لهم كانهم تفاجؤوا مش فقط بمشاركتنا السياسيه وانما بوجودنا في المجتمع، وجودنا الفاعل في المجتمع. فكانت رسالتي من هذا الديوان اني ارويهم انه لا، احنا المراه هي المراه سواء كانت عربيه او يمنيه او
في أي بقاع من بقاع العالم هي ذاتها هي المرأة. قد تختلف ردود أفعالنا نتيجة تربيتنا، نتيجة المجتمع المحيط حولنا، لكن في الأخير المرأة أفكارها، مشاعرها، خوفها، اندهالها، اندهاشها هو ذاته، وهذا اللي كان يعبر عنه الديوان. ديواني الثاني اللي صدر في 2012 كان اسمه عن ثورة ما، كان ما نقدرش نسميه ديوان، هو عبارة أكثر عن مجموعة مصورة تحتوي على 13 نص و13 صورة، كانت تتكلم عن مرحلة ثورة الشباب أيضا لكن بطريقة مغايرة. وقتها في عام 2012 كان التركيز الكبير أثناء التغطية الإعلامية على ثورة فبراير، كان التركيز حول المشاركات السياسية، مثلا توقيع المبادرة الخليجية أو المشاركة في الحوار الوطني، لكن كان في إغفال تام لمشاعر الثوار وقتها اللي موجودين داخل الخيام وداخل الساحات. فكانت هذه محاولة بسيطة مني إني أروي المجتمع الدولي إنه نبض يعني ومضات بسيطة من مشاعرنا عن طريق 13 نص و13 صورة. ففي سواء في الديوان الأول أو الثاني، بحكم التوقيت وقتها كان جمهوري المستهدف هو المجتمع الدولي اللي حابة إنه يعرف أكثر عن الشباب اليمني. فعلاً أنا أعتقد إنه الكاتب من أحد رسائله إذا استطاع طبعاً إنه يرسل صوته ويسلط الضوء على قضايا عشان توصل أكثر للثقافات الأخرى وتوصل لأكبر عدد من الناس. الآن نرجع للخيمة رغدة. القصة تتكلم عن حدث يعود إلى ما قبل 12 يعني سنة. كيف وجدت أهمية تجسيد هذا الحدث بقصة أدبية؟ نعم وجدان، عفواً وديان، أنا جاوبت السؤال اللي فات إنه قبل 12 سنة لما نشرت ديواني باللغة الإنجليزية كان هدفي إنه المجتمع الغربي يعرف مشاعرنا. الآن بعد مرور 12 سنة لما يعني اللي صرنا عايشينه وشايفينه إنه للأسف الشباب الصغير في العمر تحديداً فئة النشأ اللي هم من عمر 16 إلى 20 سنة مثلاً، هذول الشباب مغيبة تماماً عنهم، ما بنقولش الحقيقة وإنما وجهات النظر المختلفة لما حدث قبل 12 سنة. كثير من فئة النشأ للأسف يعتقدوا اعتقادات خاطئة عما قبل 2011 وأثناء 2011. فهنا كان دوري إنه أعطيهم بشكل قصصي فقط، مجرد سرد قصصي، وأنا لا أقول هنا إني أنقل حقائق، وإنما عن طريق قصة بلغة بسيطة وطريقة بسيطة يستطيعون فيها فهم ما حدث قبل 12 سنة. وما فيش أحسن من شخص وجهة نظر الشباب. ما فيش أحسن من شخص يروي هذه القصة اللي عاشها فعلا، يعني تكون أكثر واقعية ومصداقية. بالضبط، شخص عاشها وشخص كان في مثل عمرهم وقتها، لأنه الأبطال يعني الأربعة اللي هم الرواة الرئيسيين في الرواية هم أعمارهم تتراوح بهذه المرحلة الزمنية اللي هي بداية العشرينات، فهي رواية مقدمة للنشأ بلسان النشأ. عمر العنفوان والأحلام، وللأسف أحلام الشباب اليمنيين الآن يمكن مكبلة ومقيدة وسط الواقع المؤلم الذي بيعيشه. طب نرجع الآن للواقع، واقع الأدب بشكل عام. رغدة، كيف تشوفي في هذا الوقت؟ مؤخراً آخر كم سنة تحسن الحمد لله، لأنه كان في فترة جمود خلال 10 سنوات، كان في فترة جمود رهيبة في الأغلب طبعاً بسبب الوضع السياسي وانعكاساته على الوضع على الساحة الأدبية والثقافية قبل أي شيء ثاني. لكن الآن مؤخراً آخر سنتين والحمد لله بدأنا نحن نشوف الحركة السردية في اليمن انتعشت مرة أخرى، هناك إصدارات، روايات، قصص، دواوين شعرية، وهذا شيء مبشر بالخير. بس أتمنى أنه كمان الحركة السردية هذه برضو تسلط الضوء حول الأحداث السياسية الحاصلة، ليس توثيقياً، لأنه مش وظيفتنا ككتاب أنه إحنا نوثق لمرحلة ما سياسية، وإنما على الأقل نسردها بشكل قصصي فني لتظل في الذاكرة. ضروري تواجد هذه المراحل السياسية يتوثق قصصياً وسردياً وروائياً.
طيب انت قلتي انه في الفتره الاخيره كان هناك اصدارات من الشباب واثراء، يعني من ناحيه العدد خلينا نتكلم والاصدارات، لكن هل ترين انه هذا الشيء فعلا يثري المكتبه اليمنيه ام انه مجرد اعداد واصدارات فقط؟ بالطبع يثري المكتبه اليمنيه عزيزتي وديان. اي اصدار يصدر في هذه الفتره تحديدا هو يعتبر مكسب للساحه الثقافيه اليمنيه، لانه احنا وضعنا السياسي ما يسمح لناش ان احنا ما بقولش ما يسمح لناش، وانما ما يعطيناش رفاهيه ان احنا نقدم هذا النوع هذا السرد. فكل ما تشجعوا الشباب او الكتاب او الرواه واضافوا للساحه بالذات في هذه المرحله المهمه، هذا شيء يثري الساحه ايا كان هذا الاصدار ايا كان مستواه او نوعه. مهم جدا ان احنا نظل في رفض دائم للمكتبه اليمنيه باصداراتنا. طيب الشباب علشان يصدروا هذه الاعمال الادبيه، هل تشوف انهم موجود لهم مثلا دعم؟ وإذا مش موجود كيف ممكن يعملوا، كيف ممكن يحصلوا على الدعم علشان تزال المكتبة اليمنية في إثراء، وخاصة إحنا في وضع يعني في كثير من الشباب عندهم متنفس بالكتابة ويعتبروها نوع من أنواع الجهاد بالقلم يعني. بالضبط، إحنا نواجه صعوبة شديدة في هذا الموضوع، مش فقط صعوبة مادية وإنما أيضاً صعوبة الوصول للمصادر والمعلومات المتعلقة بسواء التاريخ اليمني أو الأحداث الحالية اليمنية. الرقابة تلعب دور، والتخوف السياسي من الجهات السياسية الحاكمة حالياً، ففي تخوف، في تخوف سياسي، في وضع اقتصادي صعب، في شحة معلومات شديدة. يعني أنا استمريت سنوات فقط علشان أتأكد من التواريخ الأحداث إذا حصلت في هذا التراتب أو لا، برغم أني أحكي مجرد قصة خيالية. فتخيلي مثلا لو هناك كاتب حابب يعمل مشروع سردي أكبر من مجرد قصة طويلة، كمية الوقت اللي بيحتاجه والتفرغ، وهذا شيء يعني الوقت والتفرغ هذا شيء صعب أنه يتوفر على الكاتب، على كاتب هو يسعى يوميا أنه يوفر قوت يومه. فأكيد طبعا الكاتب اليمني يلاقي كثير من الصعوبات. علشان كذا قلت لك أنا سعيدة أنه خلال السنتين اللي فاتت في إصدارات، في عدد من الإصدارات شهدناه. هذا يروي أنه في إصرار كبير من الكتاب اليمنيين مهما كانت الظروف صعبة قدامنا أن احنا نظل موجودين، نظل نرفض المكتبة اليمنية بسردنا، حتى لو كانت الخطوات بطيئة أو المحاولات مش مكتملة، فظل شيء يحسب للكاتب اليمني فعلا. وما الكتاب الشباب إلا هم سلسلة مكملة للكتاب اليمنيين الكبار يعني الذي أثروا المكتبة اليمنية قديما. رغدة جمال الكاتبة، عن قصتك وروايتك الخيمة اليوم تكلمنا في صباح بلقيس، يعطيك ألف عافية وألف مبروك مجددا، وللمرة الثانية نشتي نسخة. ولا يهمك يا وديان، شكرا لك استضافتك، نورتينا.